أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي جامبا بور ذا فاير، معكم مستر عماد فوزي. النهاردة ميعادنا مع الوحدة الـ12 يونت 12 أونلي أدريم. زي ما احنا اتعودنا هنبدأ مع بعضنا الفوكاب، الكلمات المهمة الموجودة على اليونت، وبعد كده نشرح مع بعضنا القواعد اللي هي الجرامر ستادي، وبعد كده نحل مع بعضنا اكسرسايزز underline و rewrite. يونت 12 بتتكلم على only a dream، فقط حلم. نشوف مع بعضينا كده الفوكاب الكلمات المهمة الموجودة عن اليونت. رب، رب هنا يعني يدلك. dream، dream هنا يعني حلم. storm يعني عاصفة، equal strong wind يعني عاصفة قوية. amazing هنا يعني مدهش، equal surprising. adventure يعني مغامرة، عبارة عن a difficult and dangerous journey، رحلة خطرة جدا وصعبة. chase هنا يعني يطارد كverb، معناها run after يعني يطارد. silly هنا يعني سخيف، equal stupid، stupid يعني غبي، stupid. make up هنا معناها create a story، يعني create a story يعني يخترع قصة. scary، scary هنا يعني مخيف، equal frightening. get rid of معناها كده يتخلص من، not to use something anymore. right هنا يعني صحيح، the opposite of wrong يعني خطأ. نشوف مع بعضنا كده ال proposition اللي هي حروف الجر. أول حاجة get up، get up هنا يعني يستيقظ. لما أقول سلمى always gets up early يعني دايما بتستيقظ مبكرا. get on هنا معناها يركب. when the bus arrived يعني لما الأتوبيس وصل. she got on يعني هي ركبت. get out هنا يعني ينزل، زي لما أقول كده the teacher was cross with Tom. she asked him to get out of the class يعني هي طلبت منه إن هو يطلع بره الفصل. طبعا هنا cross with يعني هي ايه، زعلانة، angry اللي هي الميس زعلانة أو متضايقة من مين، من توم، فطلبت منه إن هو get out of the class يعني يطلع بره الفصل. get off هنا معناه ينزل. don't get off the bus until it stops يعني اوعى تنزل من الأتوبيس حتى يتوقف. get off. get back هنا يرجع. لما أقول it was late يعني كان متأخر جدا. when the children got back لما رجعوا. دي البروبوزيشنز اللي هي ايه، الحروف الجر اللي كانت معانا، نذاكرهم كويس. اول حاجة get up يستيقظ، get on يركب، يركب. get out يعني يخرج بره، get off ينزل، get back يعني يعود. اوكي، بالنسبة للستركشر اللي هو الجرامر، الستركشر اللي هو الجرامر او القواعد اللي معايا النهاردة، هنتكلم على should. طبعا هنا اول حاجة احنا نبدأ بالسبجكت اللي هو الفاعل. الفاعل هنا كل الضمائر الفاعل بتاخد هنا مين، should او shouldn't. بنحط هنا should او shouldn't. yes shouldn't او yes plus mean plus infinitive plus mean infinitive اللي هو الفعل فين، في المصدر يعني بيجي بعديهم. يعني انت عايز تقول حاجة هنا كده right، انا عايز تقول حاجة ايه right، حاجة ايه right يعني صحيح. لما تكون حاجة كويسة اوكي. وهنا عايز تقول حاجة wrong، عايز تقول حاجة ايه wrong. wrong هنا يعني خطأ، wrong يعني ايه wrong يعني ايه خطأ. اوكي، يبقى لما تكون حاجة كويسة بتقول له should. should هنا يعني يجب، و should انت هنا لا يجب. فلما تيجي تتكلم تقول لك you should be more polite، you should be more polite. كل الضمائر هنا بتاخد ايه
شد وشدن اهو يو شد. انا بنصحك بقول لك سوري بقول لك يو شد بي مور بولايت، يعني لازم تكون مهذب جدا. اوكي تعال نشوف نمبر 2 بيقول لك ايه. بيقول لك شي شود جيت اب ايريا، شي شود جيت اب اير لير، يعني يجب ان تستيقظ مبكرا. اوكي تعال نشوف نمبر 3 هنا بقى، ده كل حاجات ايه كده ايه رايت هنا يقول له، هنا بقى لو حاجة رونج يقول له يو شودنت، لا يجب يو شودنت، يس شاوت، حاجة مش كويسة ان انت تصرخ او تتكلم بصوت عالي in the library، in the library. اوكي ايه طيب حاجة تانية زي ايه كده، زي ممكن تقول له هنا we shouldn't نمبر كام، نمبر 4 نقول we shouldn't tell lies، tell ايه lies يعني ما نقولش اكاذيب ما نكدبش. يس ده بالنسبة لما تكون هتكتب جملة سواء في الإثبات أو في النفي. طيب أنا عندي لو هبدأ أسأل سؤال بقى، بحط القاعدة بتاعتي اللي هي شد الأول بلس السبجكت اللي هو الفعل بلس الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر، ودي بتكون عبارة عن سؤال بهل، سؤال بمين بهل، وتكون الإجابة يس ونو، وتعمل عملية ايه ماس يس زي كده. لو انت عايز تكتب سؤال تقول له مثلا should تقول له should I study hard، هل انا يجب ان انا اذاكر كويس بجد، فلما تيجي ترد هنا بقى تقول له ايه yes او no. اوكي يبقى yes you should أو نو نو يو شودنت. اوكي ما هو خلصت كده، ده لما تيجي تسأل سؤال بمين بشد هل. طب لو تسأل سؤال بكلمة استفهام بقى، بتحط الأول كلمة استفهام يس، بتحط مين الأول كلمة الاستفهام اوكي بلس should بلس السبجكت اللي هو الفعل بلس الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر. طبعا المفروض ما نكتبهمش كده كابيتال كلهم، بس هي جت كده مع الكيبورد. يلا يعني نيجي نسأل نقول مثلا what should I دو، ماذا يجب أن أفعل؟ لما تيجي ترد تقول له you should study hard، لازم تذاكر بجد. يس دي بالنسبة للقاعدة بتاعتنا اللي كانت موجودة اهو. يس the following examples، خد بالك من الأمثلة الجاية كده، بيقول لك ايه at school يعني في المدرسة you should arrive at class on time، لازم توصل الفصل في الميعاد بتاعك. حاجات مش كويسة you shouldn't talk in class، لا يجب أن تتحدث فين في الفصل. you should bring all books to class، لازم تجيب معاك كل الكتب. you shouldn't throw paper in airplane، ما ترميش طبعا الورق وتعمل طيارات في الفصل، يبقى shouldn't throw paper in airplane. you should sit quiet، اللي لازم تقعد كده بهدوء. you shouldn't eat sweets in class، يعني ما تاكلش حلويات في الفصل. تعالوا مع بعضينا كده كسر صاز لسن 1 and 2
بال what is طبعا معروفة هنا what is happening يعني ماذا يحدث، عشان هنا في مين is. طب لو ما عنديش is هنا كنت قلت what happened. نمبر 2 بيقول the boys have the last clue، طبعا have found، وده هنا زمن ال present perfect لو انتوا فاكرين have او has plus ال be. when we leave school we goodbye to our friends، طبعا احنا لما بنترك المدرسة بنقول goodbye لأصحابنا يبقى say goodbye. في نمبر 4 بيقول له you should successful، طبعا احنا لسه شرحنا القاعدة بعد should لازم يجي ايه، يجي الفعل في المصدر be should be. help I am down طبعا upside down خدناه واحنا صغيرين يعني مقلوب upside down يعني الراس لتحت ورجليه لفوق. the girls are sitting the sofa طبعا هنا sitting on the sofa. في نمبر 7 بيقول لي the boy his eyes when he got up in the morning، طبعا هنا عايز يقول ان هو قاعد يدلك في عينيه يعني كده يحك يبقى the boy rubbed his eyes. نمبر 8 بيقول لي it isn't good to stay up late at night، مش حلو ليك ان انت تقعد متأخر حتى منتصف الليل. you stay up late again طبعا هنا بيقول له ما تقعدش متأخر تاني يبقى you shouldn't. the boys had an adventure طبعا مغامرة يبقى an amazing adventure يعني مغامرة مدهشة. you should always the truth لازم دايما نقول الحقيقة يبقى tell the truth. he has made the story طبعا made up يعني يخترع او يكتب قصص create. I'm afraid the video game is yes الفيديو جيم هنا مالها scary scary يعني مخيفة. فنمبر 13 بيقول let's rid of the rubbish طبعا هنا rid of يعني يتخلص من يبقى get rid of يعني يتخلص من الربش اللي هي ايه القمامة. you arrive at class on time هنا تصل الفصل في الميعاد المحدد فبتقول لي هنا you should طبعا احنا بنستخدم should و shouldn't برضه for advice للنصيحة. number 15 بيقول له you talk in class طبعا هنا ينفع نتكلم في الفصل؟ لا يبقى shouldn't talk in class. number 16 بيقول لي you throw paper airplanes ما تعملش طيارات في الفصل بالورقة وتقعد ترميها يبقى shouldn't. you bring all your books to class لازم تجيب معاك كتبك للفصل يبقى should. you eat sweets in class طبعا ينفع ناكل حلويات؟ لا يبقى shouldn't eat sweets in class. number 19 بيقول له you sit quietly لازم نقعد بهدوء يبقى should sit quietly. في number 20 بيقول لي she play music loudly her brother is asleep طبعا يقول لك اخوها نايم فلازم هنا لا يجب ان هي تلعب موسيقى بصوت عالي يبقى shouldn't play music loudly. الجزء اللي بعد كده هناخده اللي هو rewrite اهو على الكلام اللي احنا خدناه دلوقتي. بيقول it's right to eat a lot of fruit طبعا هنا right to كله ده يتشال واقول له you وبعد you هنا احط should يبقى you should eat a lot of fruit يعني يجب ان تاكل فاكهة كثيرة. في نمبر 2 بيقول لي it isn't good تاخد بالك من it isn't good يبقى هو عايزها shouldn't يبقى يو هنا shouldn't yes you shouldn't eat a lot of sweets and it's chocolates. اوكي او تشوكلت. تعال نشوف اللي بعديها كده نمبر
سري بيقول لي it isn't alright to sing to watch television all the day، مش حاجة كويسة إن أنت تتفرج على التلفزيون اليوم كله، يبقى you shouldn't all watch television all the day. يس، انا عايزك تاخد بالك كده ان اول حاجة بتيجي بعد شد او شد انت على طول الفعل في المصدر. اوكي هركز معايا كده اهو، watch فعل فين؟ في المصدر، في الانفينيتيف يعني، عشان كده ده هيريح كتير جدا ويخليك تعرف ايه تحل. sleep اهو، go right but، وركز معايا بقى وانت بتحل هتلاقي الدنيا سهلة معاك قوي. تعال نشوف number 4 بيقول لي it's a good thing، يعني حاجة كويسة بقى، يبقى we should play a lot of sports، يعني نلعب رياضات كتير. تعال نشوف اللي بعديها، it's the right thing، يعني حاجة برضو كويسة، يبقى you should sleep 8، يعني تنام 8 ساعات a night، بالليل. اللي بعديها برضو اقرا كده، بيقول لي it isn't good، يعني حاجة مش كويسة، يبقى you shouldn't go to bed late، ما تروحش تنام متأخر. تعال نشوف اللي بعديها كده، بيقول لي it's advisable not، يعني حاجة مش كويسة وغير مسموح بيها، يبقى you shouldn't ride، ما تركبش your bike too fast، يعني بسرعة كبيرة. في number 8 بيقول لي طبعا هنقول له هنا ايه، هنقول له you should، يعني انت تجب، you should put the rubbish، يعني يرمي القمام in the litter بن، يعني سلتي القمامة. اوكي طبعا هنحل الكلام ده كله على شد وشد انت زي انا معلمتكو. نيجي بعد كده للجزء اللي بعد كده اللي هو اعلمك ازاي تعمل السؤال بهل، اللي هو اسئلة يس ونو، اللي هي شد بلس سبجكت بلس انفينيتيف. يس بقول لك should you get up late on school days، هل يجب عليك ان انت تستيقظ متأخر في ايام المدرسة؟ هيقول له طبعا no I هنا shouldn't، no I shouldn't. طيب بيقول له should you brush your teeth in the morning، تغسل اسنانك في الصباح؟ هنا طبعا ايه yes، اليو تتحول الى ايه I، بقول له yes I should، نعم. يعني بيقول له should you take care of your books، تعتني بكتبك؟ يعني طبعا يقول له yes I should، yes I should. طب should you do your homework every day، تعمل الواجب بتاعك كل يوم؟ طبعا هنا يقول له yes برضو I should، نعم بالطبع، او نعم انا يجب. اوكي
طيب should you play video games all the time، تلعب ألعاب فيديو الوقت كله؟ طبعا هنا يقول له ايه، no I shouldn't، no I shouldn't. كده عرفنا ازاي نحل على should و ايه و shouldn't. yes نشوف الجزء اللي بعد كده اللي هو ازاي تعمل question. بيقول لك هنا I wear a hat، الجملة هنا present simple، تبقى تسأل بوات، بعد كده بحط الفعل مساعد do، بعد كده الفعل هنا you، بعد كده الفعل في المصدر وير، يبقى what do you wear، what do you wear يعني ماذا ترتدي. question بعد كده بيقول لك he paid a thousand pounds for it، طبعا هنا بيسأل بهاو، يبقى أول حاجة هتشيلها وتبدأ كده تسأل تقول له how much، بتجيب كده الفعل المساعد هنا did، لأن الجملة هنا في زمن الماضي، يبقى how much did he، فعل في المصدر pay for it، وأقفل سؤالي. question number 3 بيقول لي I put the garbage in the bin، garbage اللي هي ايه الزبالة يعني او القمامة، هي بوير. yes ممكن هنا تقول له where did you put the garbage، طبعا انا شلت ايه هنا، شلت in the bin، انا هعتبر الجملة ان هي هنا في زمن الباست سيمبل عشان كده عملتها بديت. بيقول لي he hadn't got any shoes، اسأل سؤال بهاد، يبقى تقول had he got any shoes وتقفل السؤال. في نمبر 5 بيقول لي he saw two ships coming near the sea، طبعا تشطب ايه هنا، تشطب هنا تو، تبدأ كده بهاو many ships، يبقى هاو many ships did he saw coming near the sea، واقفل السؤال بتاعي. question بعد كده بيقول لي your clothes were made of goat skins، يبقى what were her clothes made of، طبعا انت شلت ايه هنا، شلت كوت سكنس مصنوع من كذا. she lived in England for 9 years، طبعا هنا عايز يسأل سؤال بهاو، وطبعا السؤال هنا هيكون بهاو لونج او ايه، how long yes did she live in England، يعني England يعني عايز يقول ان هي عاشت قد ايه فين في England، يعني how long did she live in England، عاشت قد ايه فين في England، وشلت طبعا ايه for 9 years. نحل مع بعضينا كده exercises على lesson 3 and 4. بلو دو يو جيت ايرلي افري داي، طبعا هنا خدناها في البروبوزيشن اللي هي البروبوزيشن حروف الجر جيت اب، طبعا ناخد بالنا من البروبوزيشن دي لازم نذاكرها كويس. يقول لك وين ذا باص ارايفز ات سكول ذا ستودنتس جيت، طبعا عايز يقول ان هم جيت اوف يعني نزلوا، ذا كات جوت اوف ذا هول ان ذا بوكس،
طبعا جوت اوت يعني طلع. وجوز بص تو جو سكول ات 7 اوكلوك افري داي اوكلوك افري داي. طبعا هنا جوت ايه جوتون يركب. When do you often get home from school؟ طبعا back يعني يعود. You shouldn't in bed all the time. طبعا هنا عايز يقول shouldn't lie يعني يرقد، يعني لا يجب أن ترقد في السرير أو الفراش الوقت كله. Number 7 بيقول لك when I get up لما استيقظ I often take a. طبعا بياخد ايه؟ بياخد شاور. نمبر 8 بيقول لي stay in your seat ابقى في مقعدك and don't about all the time وما تقعدش تجري الوقت كله run. When you are tired you normally need لما تكون تعبان انت محتاج rest راحة. When I want to go out لما اكون عايز اخرج I often get well طبعا get dressed well يعني ارتدي جيدا. Easy to listen to people when they are talking to you. من الأدب جدا إن أنت تستمع للناس لما يكونوا بيتكلموا معاك. You interrupt people when they talk. طبعا interrupt هنا يعني يقاطع. يقاطع الناس لما يكونوا بيتكلموا. طبعا هنا على طول معروفة shouldn't interrupt يعني لا يجب أن تقاطع. Number 13 we should each other opinions. Even if they are different. نحترم كل رأي الآخرين. Respect. حتى لو مختلفين معانا. You should be and not make things up. طبعا بيقول لك should be. عايز يكون يقول ان هو should be polite. أو honest. honest هنا أفضل لأن هي أمين يعني. لازم تكون أمين. 15 بيقول لي don't take things that don't to you. ما تاخدش حاجة ما تخصكش يبقى don't ايه belong. don't belong to you يعني ما تخصكش كده انت بتسرق. يعتبر بيقول لك you should help people if they are in. لازم تساعد الناس لو الناس في مشاكل in trouble. You should always have and tell the truth. لازم تكون عندك honesty أمانة وتقول الحقيقة. Tell the truth. Don't lie other people. ما تقعدش تكذب على الناس. Okay. يبقى تبقى هنا ايه to lie to. Do you often argue your parents? If yes don't do it. يعني بيقول له لو انت بتتجادل مع والديك لو انت بتتجادل معاهم ما تعملش كده تاني. يبقى هنا يقول له ايه وز ارجو وز يعني اجادل معه. You should ask other people help if you need it. طبعا for ask for help يعني يطلب المساعدة. Number 21 بيقول له don't people are say unkind things to them. طبعا بيعايز يقول bully. bully هنا يعني يتنمر. don't bully people يعني ما تتنمرش على الناس وتقول حاجات مش كويسة عليك. A person who has politeness always respect other people يعني بيحترم الناس الآخرين. Number 23 بيقول لك what time did your brother get this morning. طبعا هنا كتاب يعني استيقظ. ناخد بالنا من البروبوزيشن بيقول هو از ذا فيرست تو جيت ان يور هاوس. مين اول واحد بيلبس في بيتكو؟ جيت دريست يعني يرتدي. وير دو يو جيت ذا باس اف يو جو ان تاون. طبعا عايز يقول لك هنا جيت اوف. جيت اوف يعني بينزل من الاتوبيس لما تروح المدينة. الجزء اللي بعد كده اللي هو الرايت بيقول لي he is feeling very lonely يعني هو بيشعر بالوحدة. it's good to visit his friends. كويس جدا ان هو المفروض يزور اصحابه. يبقى نقول he should هو يجب اقول له visit
his friends يعني يزور أصحابه. ننزل بعد كده نقول لك على فعل سي يس ask look for buy repair go. تعال نحل دول مع بعض كده. بيقول لي ايه بقى؟ She's got a bad stomach ache. طبعا عندها ألم في المعدة. It's good to see a doctor. طبعا هنا نقول she بعدها should. هات الفعل على طول بتاعك على طول اللي هي see a doctor. تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لك they don't understand what to do. مش فاهمين هم يعملوا ايه. It's advisable to ask the teacher. لازم يسألوا ايه المستر. يبقى نقول لك they should ask the teacher. بيقول له I can't find my keys. مش لاقي المفاتيح بتاعتي. It's rising to look for them in my bag. يبقى I should look for my keys okay in my bag. لو عايز تخليها يو هتقول له you should look for your keys in your bag okay. اللي بعديها كده number بقول لك number 5 our old computer is no good. يعني الكمبيوتر القديم بتاعنا مش كويس. it's a good thing to buy a new one. يبقى نقول we should buy a new computer. اوكي نمبر 6 his bicycle doesn't work. it's a good to repair. يبقى هنا he should repair. لازم يصلح okay his bicycle. يقول لك she isn't very happy. هي مش مبسوطة. it's advisable to let her go to the party. يبقى نقول her parents her parents يعني والديها okay should let her لازم يسمحوا لها go go to the party يعني اسمح لها تدخل روحي الحفل اوكي. باقي الجمل هنا برضه انا احدد الفعل. المفروض اقول هنا الفيرب بتاع سي اهو سي دكتور اوكي. it's advisable to go to bed. الفعل go yes. بعد كده هنا برضه كلهم هنا زي كده. عشان كده انا هشتغل على النظام اللي انا علمتكم ايه تعمله زيه اوكي. تعال نعمل اسئلة بالنظام اللي احنا خدناه بتاع should. يقول له what should he do. ماذا يجب ان يفعل. هو اداني الاجابة هنا go home. يبقى نقول له هنا he نقول له he should هو يجب go home should go home okay. number 2 when she leave yes. يبقى نقول له when should
she leave يعني متى هي يجب أن تغادر. اداني الإجابة هنا نقول له she, نقول له she should leave يجب أن تغادر at 6 o'clock يعني الساعة السادسة. اوكي نمبر 3 نقول له where should they stay يعني يقعدوا فين. لما تيجي تجاوب تقول they should stay at Grand Hotel. يس آخر واحد معايا هنا برضو بقول how should how should I travel يعني أغادر there أغادر هناك ازاي أو أسافر هناك ازاي. قال لك you should يجب go by بس تروح بالاتوبيس. اوكي ده بالنسبة ليه الكلام ده. lesson 5 and 6 نشوف الاندرلاين مع بعضينا كده. جزء الاندرلاين بيقول لي number one what time do you usually get on Saturday morning. طبعا get up get up يعني يستيقظ. number two where do you get the bus to go shopping in town. طبعا get off ينزل. what time do the boys get home after school. طبعا خدناها get back يعودوا من المدرسة. number four Paul always gets the 7 o'clock bus to go for or go to school. طبعا بيركب يبقى gets up. number five بيقول لي get off the office you have made me very angry. طبعا هنا بيقول له get out اطلع بره لان انت خليتني انا غضبت. number six you talk when the teacher is talking. ما تتكلمش لما المستر يكون بيتكلم يبقى you shouldn't. it's not advisable يعني حاجة مش منصوح بيها يعني. you always clean your teeth after meals. طبعا هنا should لازم تنظف أسنانك وتغسلها بعد الوجبات. هنا في number 8 بيقول you shout in public places في الأماكن العامة shouldn't shout. your father smokes cigarettes. طبعا your father هنا shouldn't smoke cigarettes. number 10 بيقول you listen to what your parents say. طبعا هنا لازم تسمع لمين لباباك ومامتك. number 11 you eat lots of chocolate and sweets. طبعا you shouldn't eat lots of chocolate and sweets. for number 12 بيقول you always look both ways before you cross the road. طبعا هنا لازم شد لازم تبص يمينك وشمالك في كل الدايركشن وانت بتعبر الطريق. هي a fire on the beach so that the ships could see him. طبعا هنا made a fire يعني عمل حريق عشان تقدر السفن تشوفه هو على الجزيرة قصة روبنسون كروز. number 14 بيقول لي as he was very happy he couldn't speak. طبعا طبعا هنا ايه properly يعني مباشرة. number 15 بيقول له what do you want to do first. طبعا هنا عايز يقول في الاول يعني at first يعني في الاول. my uncle got last week. طبعا هنا got married يعني got married يعني تزوجوا. as he was abroad لما كان في الخارج he his family very much. طبعا هنا missed missed هنا يعني يوحشك حد يعني. did Sir Kirk a happy life. طبعا have a happy life.
في نمبر 19 بيقول لي he saw two ships، شاف طبعا 17 towards the beach، طبعا هنا هي coming. his clothes of goat skins، طبعا هنا were made، كانت مصنوعة من. yes ده بالنسبة ليه. كل الحاجات اللي كانت موجودة معنا على اليونت 11، يونت 12. أتمنى إن احنا نكون غطينا كل حاجة على اليونت وشرحناها، سواء الفوكاب أو سواء طبعا الجرامر ستادي، قاعدة شد وشدنت. أتمنى نكون استفدنا. ثانك يو، جود باي.